فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. والله جل وعلا أمرنا أن نعتبر بأحوال السابقين وبديار الهالكين من أجل أن نجتنب ما فعلوه، لأن لا يحل بنا ما حل بهم. وليس المراد بالتجوال على الآثار تعظيم السابقين وأنهم أهل حضارة وأنهم، وللمراد الاعتبار والاتعاظ. ولهذا ينبغي للإنسان لا يدخل هذه الديار إلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون باكيا خشية أن يصيبه ما أصابهم.